شوف خروج الرائد من دائرة الخسائر المتتالية أخيرا. رائد التحدي، وعلى لسان رئيسه فهد المطوع، أعلن في تصريح إعلامي بعد فوزه في الجولة التاسعة أن فريقه لن يتوقف عن حصد النقاط حتى يضمن الدخول للمراكز المؤهلة لكأس الأبطال. الفوز الأول له على حساب القادسية بهدف لناجي مجرشي، وأولى النقاط الثلاث له في الأسبوع التاسع من منافسة دوري زين السعودي للمحترفين. الجولة السابقة تعتبر من أسوأ المراحل التي مر بها الريداويون منذ أن أطلوا على دوري الأضواء قبل عدة مواسم، كونه لعب 7 مباريات وخسر في 6 لقاءات وتعادل في 1، معطيات كانت كافية لتغيير الجهاز الفني وإعطاء زمام الأمور للتونسي عمار السويح الذي عمل على إعداد الفريق في فترة التوقف، حين لعب الفريق 2 وديتين وعمل على الجانب النفسي كثيرا لإخراج اللاعبين من دائرة الخسائر المتتالية، وكان له مراده أمام فريق القادسية كأول مباراة رسمية له. لقاء صعب واختبار حقيقي لعودة الرائد حين يحل ضيفا على فرقة الكوماندوز ضمن مباريات الجولة 10، فماذا سوف يفعل الريداويون في لقائهم القادم؟ طبعا في المباراة هذه اعتقد الرائد كسب 6 نقاط لانه يعني فاز على منافس له، وكانت يعني خير بداية انه، واتمنى يعني ان الرائد الان انا اتوقع من وجهة نظري ينقصه او الموجود في ازمة ثقة بين اللاعبين وبين الجماهير، وهذا اللي يجب ينتبه له جماهير الرائد من الناحية العناصرية. فريق الرائد يحمل لاعبين مستواهم يعني مقنع جدا، يمكن الخسائر اللي حصلت للفريق سببت اهتزاز في الثقة في مجموعة من اللاعبين المهمين داخل الفريق. الأهم زي ما قال اللي يتكلم عن التقرير هي إعادة الثقة للاعب، العمل النفسي للاعبين اللي قاعد يكون فيه عمار السويح، وبإذن الله يعني الفريق هذا له جماهيرية كبيرة ويرجع لنا فعلا رائد تحدي. يا علي، الرائد يعني بعد فترة من الأداء المفاجئ لكل اللي كانوا يتوقعون أنه يقدم الرائد في موسم جيد، المباراة الأخيرة يعني كان في نوع من خلينا نقول بداية فرح للجماهير الرائدية. أعتقد تركي أنه فوز الرائد على القادسية يعني فوز أيضا في يحمل الكثير للفريق، يمكن هذا الفوز سيدفع بعجلة الفريق إلى استعادة الثقة المفقودة. ولكن دعني أتحدث من النواحي الفنية. أنا يعني خلال 9 جولات الماضية أجد الأنصار طبعا في تصور أنه يعني حجز مقعد الهبوط بشكل رسمي حتى وإن كان من المبكر الحكم على ذلك. الفريق الذي يلي من حيث المستويات النتائجية والفنية في رأيي الشخصي أنه فريق الرائد لا يزال هو الفريق الذي يتلازم ويتلاءم مع فريق الأنصار قياسا بالفرق الأخرى المنافسة على الهبوط. لا أتصور أنه فريق التعاون فريق جيد، خسر نعم، ولكن الفارق بين التعاون والرائد من حيث الخسائر التي يعني تحصل على الفريق، إن الفريق التعاون يقدم مستويات يعني رائعة، مقدم مستويات جدا كبيرة أمام الشباب، أمام الأهلي، أمام الهلال، يعني ظهر بمظهر يعني فني أفضل بكثير من الرائد. متى ما أراد رائد التحدي الصمود والبقاء في قائمة الفرق الكبيرة في دوري زين المحترفين فعليه ألا يرتهن إلى نتيجة القادسية، عليه العودة إلى ترميم الأوراق الصحيحة فنيا. إتاحة الفرصة أيضا لعمار السويح ل يعني انتهاج الطرق الفنية المناسبة، استغلال أيضا فترة التسجيل الشتوية لعله وعسى أن يكون هناك لاعبين محترفين كبار يستطيع من خلالهم فريق الرائد أن يستمر يعني أو يعود إلى مرحلة على الأقل في مراكز الدفع والابتعاد قليلا عن شبح الهبوط. فاصل قصير بعده نعود للجزء الأخير من الحلقة.